اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي بيطلب ساعه كامله لجماهيره في مباراه العوده في القاهره مع صن داونز يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله 2 نوفمبر. لكن اداره صن داونز النهارده بتعلن على صفحتها الرسميه انه فتحت ملعبها بالمجان لجماهيرها، ويبدا طرح التذاكر مجانا للجماهير، يتم توزيعها من الساعه 11 صباح يوم الاحد لغايه الساعه 2:30، يعني قبل المباراه بنص ساعه. روح قبل الماتش بنص ساعه تاخد تذكرتك وتدخل المباراه. اعتقد عملوا ده مع الاهلي قبل كده، وواضح جدا ان عندهم اهتمام كبير بمباراه الاهلي ان يستقبلوا اكبر عدد من الجماهير. والله الرساله دي لازم تبقى لينا احنا مسؤولين وجماهير. يعني احنا ما شفناش 30,000 متفرج يا استاذ ابراهيم في ماتش سيمبا، كنا محتاجينهم جدا. ليهم التحيه على فكره، يعني الجمهور اللي حضر وحضر دعم لفلسطين. اي حد بيحضر الراس من فوق. انا كلامي للي تردد في الحضور، كان اولا احنا كان بنقول عايزين نتبرع بالدم وعايزين نتبرع بالفلوس وعايزين ومحتاجين الفرقه تبقى شايفه جمهورها عامل ايه في الملعب. ماتش العوده بتاع صن داونز ايا كانت النتيجه هناك بقى ما يتحملش الملعب فاضي ابدا. احنا عايزين الرساله. طب هو صن داونز هو فتح ال طب يعني انت قلتها، هو ماتش يوم حد وبتلعب الظهر 11 الصبح توزع تذاكر يوم الحد. لا مش انا، هو هناك هو قال لك مجانا. ايوه هخشوا مجانا تذاكر ايه؟ لا تعال خد التيكت عشان تدخل. ايوه يعني عشان يعني تنظيم العمليه واقف على الباب عايز تخش خش خش خد تنظيمين عشان ما تدخلش اكتر من ساعه بس. ايوه مش اكتر من كده. انما ما عندكش اي تعقيدات، لا تحجز ولا تشتري ولا تاخد باقي ولا تاخد طابور ولا حاجه. واحد بيدي لك خش خش خش. فانت هنا المساله محتاجه المره دي بجد يا جماعه، والله ما تحتملش ايا كان السبب اللي بيخليك تحجم. لازم باذن الله. بس احنا مش زي بيعجبني ساعات منك حاجات ما تشويش السمك قبل ما تصطاده. فمش هتكلم على ماتش العوده لحد ربنا ما يعدينا بسلام من ماتش الذهاب. وساعات بقى انك يعني تقول كلام يعجبني برضه.